أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان على طاعتك أن يجمعنا يوم القيامة هكذا مع الحبيب في جنته. يا رب انظر إلينا الساعة نظرة رحمة لا يشقى بعدها أبدا. اجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتبادلين فيك. اجعلنا إخوان على الدين عوانا. يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ولا تطردنا يوم العطش الأكبر عن الحوض. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وملكا عظيما. وصلى الله على حبيبنا محمد. احنا جينا غنتواصلوا معكم في سبيل الله. احنا لسنا أساتذة ولا كلام، ونمني نبقى نتكلم معكم ان شاء الله. نتكلم جميعا المحاضرة ديالنا والليلة بغيتو نناقشوها معكم ان شاء الله. وبما أن الموضوع إن شاء الله الشباب والقيم التحديات والواجبات، نتحدث إن شاء الله تعالى باش نجدوا القيم من خلال قصة. أحد الشباب المندفعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قولا عجيبا غريبا. قال يا رسول الله، أنا آمنت بك وصدقتك حتى ولم أكن قد رأيتك من قبل، فجئتك لكي أعبر لك على أنني أحبك وأريد أن أتدين، ولكن ائذن لي في الزنا، أنا لا أستطيع الصبر على النساء. لا إله إلا الله، إذن في الزنا. الصحابة كادوا أن يزرموه وأرادوا أن يوقعوا به. ماذا يقول هذا المعتوه؟ فرأى النبي الشرر يتطاير من أعين أصحابه فقال لهم مكانكم، لا ينبغي لأحد أن يتدخل بكلام أو بتصرف أو بسلوك. قال أدنوا أيها الشاب، أدنوا، نحن نحتاج لمن يحضن الشباب، لمن يرعاهم، لمن يرحمهم، لمن يفتح الصدر لهم، لمن يواسيهم في زمن غربة الدين، في زمن أصبح اللحم الحرام أرخص من لحم الدجاج، في بلد أصبح قبلة لكل من يريد أن يقلف بمائه الحرام، في مراحيض بشرية. اسكتوا انتم، اتركوه، دعوه يعبر عما يخالجه، فهو صادق صادق صادق. فلما دنا الشاب ورأى الاختلاف في طريقة التعامل بين الصحب وبين رسولنا صلى الله عليه إذا بالنبي الحبيب يرتفع من خلال حديث العاطفة إلى حديث العقل إلى قيم الفكر، يرتفع من قيم السلوك إلى قيم الفكر. فالزنا سلوك منحرف وقيمة قذرة، لكن السلوك إنما هي نتاج لفكر ملع الرأس، فلا يمكن معالجة السلوك إلا بمعالجة الفكر أولا. فصار يخاطب فيه العقل ويوقظ فيه الضمير ويقول لا جيد، تريد أن أأذن لك في الزنا؟ يا رسول الله. قال له أتحبه لأمك؟ هذا الذي تريده أنت لنفسك. أتريد لأمك عياذا بالله أن تقول ما قلت الآن في هذا المجلس؟ قال لا لا أمي، احتلم، لا، جعلني الله فداك. هل أدبني جوال قيمة
طريقة ديال التعامل مشكون هي صدر النبي الحنون. هذا الصفاء، هذه الشفافية، هذه الروحانية. قالوا لا جعلني الله فداك. قال وكذلك كل الناس لا يريدون هذا الأمر أبدا لأمهاتهم، إذا لأصبح الناس بهائم، قيم البهيمية. وما سمي الإنسان إنسانا وارتقى فوق البهيمية إلا لأن ثمة أمور تحجزه عن الحرام. اسكن الجنة وكلا منها رغدا حيثما شئتما ولا تقربا. لا تقربا هي التي رفعت الإنسان من البهيمية إلى من يضبط تصرفه فوق الغريزة. الغريزة مضبوطة بأمر إلهي، ولا تقربا. فلو كان كل شيء مباح لصار الناس بهائم، ولا صار الولدان يلقون بعد الولادة في سلة المهملات كزمننا هذا. أتحب أن أمك تلد ولدا من غير أبيك؟ لا لا لا، جعلني الله فداك. فيوقظ قيم الفكر ثم يقول أتحبه لزوجتك؟ لا، ديوث من يحبه لزوجته، ديوث من لا يغار على عرضه. نظلم البهيمة. إذا قلنا إن البهائم فيهم يشيع الجنس، لأن حتى البهائم سجل عنها أنها تغار، ومن لم يغر على العرض هبط إلى قيم أسفل من دركات البهيمة، بل هم أضل. إن هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لا لا لا. قال أتحبه لابنتك؟ ابنتي يا رسول الله؟ لا لا لا، ابنتي التي ربيتها وأنفقت عليها من جهدي بعد عرق لسنين طويلة، أسلمها هكذا عيا مرحاضا تخذف فيه المياه العافنة؟ لا لا، جعلني الله فداك. أتحبه لعمتك، لخالاتك؟ وهو يقول لا، جعلني الله فداك. والنبي في كل مرة يقول لا. وكذلك كل الناس مثلك، تريد لأمك أن تحفظ من أن تسقط في سوق الفاحشة؟ نعم. تريد لزوجتك أن تكون مصانة العرض؟ نعم. تريد لابنتك أن تعيش كريمة بين أحضان والديها لا يمكن أن يمسها أحد بسوء إلا إذا زوجت؟ نعم. تريد لخالتك أن تكون مصانة؟ نعم. تريد لعم؟ نعم نعم. وكذلك الناس. فأنت حينما تفعل ذلك إنما تفعل ذلك لتطمئن على حالات أقرب الناس إليك. فوضع الحبيب يده على صدر الشاب زيادة زيادة ومبالغة في الرحمة، فنظر إلى السماء فقال اللهم اغفر ذنبه لما فكر فيه، وحصن فرجه، وطهر قلبه. فسئل عن الشاب بعد أيام، فأخبر أنه صار أقبح شيء عنده وأبغض شيء عنده بعد مجالسته للنبي هو الحديث في أمر الفواحش، فأقبل على ربه تدينا وإيمانا وخشية ورجاء ومحبة وحياة، كل قيم الأخلاق. إيه؟ فهمت القصة ولا ما فهمتوهاش؟ واضحة. بينة ولا ما بينة؟ واضحة. إذا خرجوا للقيم انطلاقا من هذا الحدث إن شاء الله تعالى. يلا يا سيدي، القيمة الأولى إن شاء الله تعالى. الله يا ربي. يلا نديروا تمرين عندكم إن شاء الله في التاسعة ولا العاشرة ولا الحادشة ولا. خرجي القيم إن شاء الله. استخرجي القيم. نعم. نعم. زين.
الرحمة بالشباب. شفت شحال قيمة الحياة، قيمة زين. الغيرة، قيمة الغيرة، الدعوة إلى الله، قيمة الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد، قيمة ضبط النفس، قيمة الصبر. شوف التعامل مع الشباب، كيف تتعامل مع الشباب؟ إشاعة الزواج، إشاعة الزواج. نعم، جزاك الله خير. إذا أزيدين إن شاء الله تعبد اليوم الأول إن شاء الله. جاء شاب إلى رسولي، هذه القيمة ديالش. جاء شاب إلى هذه الحركة، جاء إلى رسول. لماذا لم يأتي، لم يذهب إلى أبي جهل؟ لماذا لم يذهب إلى أبي لهب؟ لماذا لم يذهب إلى كبراء وأعيان مدينة مكة والمدينة؟ لماذا اختار النبي؟ كان بالإمكان أن يذهب إلى عمه، إلى خاله الشريف. علاش مش عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أيوة، هذه القيمة كتسمع. أيوة سيدي، قيمة القيادة. أي قيمة، قيمة المرجعية، أن الأمة لها مرجعية، مرجعية تعود إليها عندما تظلم الحياة في عينه ويحتاج إلى إنارة، إلى إرشاد، إلى توضيح، إلى دليل يكشف له عياذا بالله شبهة في عقله، أو يطرد شهوة من قلبه. يحتاج إلى دليل، إلى مرجعية يأمنها، يحبها، يعتنقها، يؤمن بها، يؤمن بها. الإيمان بها دين. الله، كيسمو لها القيم إن شاء الله، كيسمو لها القيم زين. إيوا الله، قيم الإيمان. تترجمها اسمه مرجعية الأمة. فما هي مرجعية الأمة؟ الكتاب زين، السنة. منين جاي الكتاب؟ منين جاي؟ من عند الله. منين؟ من السماء. هاود من السماء عندك. يخاطب فيك ماذا؟ العقل. فالعقل إنما يكتسب كرامته حينما يخاطب من السماء ليرتفع. إذن فما هي القيمة المضادة التي يحاول أعداء الله أن يثبتوها في الأمة لإبعادها عن قيمة المرجعية، مرجعية الكتاب والسنة؟ أنتم ما كنت تقرأوا اسمه إيه؟ وقولوا قولوا للمرجعية اللي تحارب هذه المرجعية. وين راها سيدي المرجعية الإسلامية إحنا عندنا والخريم اسمها؟ وكيف يسميوها هذه؟ مرجعية الكونية. ففي المغرب صراع بين قيمتين. الشعب المغربي حينما صوت على الدستور، لأن الدستور ينص على إسلامية الدولة، أي أن الدولة إسلامية ينبغي أن تنضبط حركاتها بالشرع الإسلامي، والآخرون يقولون لا، ينبغي أن ندخل إلى عالم الحداثة، الحدث الأكبر. فلا بد إذن أن نعتمد على المرجعية الكونية. شكون يعرف اسمية المرجعية الكونية؟ مرجعية بتاع الكون كاملة. اسمية المرجعية الكون؟ القوانين والمواثيق الدولية صادرة عن ماذا؟ صادرة عن المؤسسات الدولية. المؤسسات الدولية شكون فيها؟ شكون هما اللي دايرينها؟ بحال الأمم المتحدة. شكون فيها الدول يا إن شاء الله؟ كاع الدول اللي كاين. ولكن هذه المنظمة أنشئت متى؟ بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كيف نظموها؟ خمسة أعطوهم الفيتو. شكون هما؟ يلا شكون؟ شكون الخمسة أعطوا الفيتو؟ بريطانيا، فرنسا، الصين، أمريكا، روسيا. إذا نشوفوا نشوفوا شكونها. بريطانيا وأمريكا واسمه مسلمين ولا مش مسلمين؟ واش مسلمين ولا مش مسلمين؟ إذا كيفاش هما؟ أي كي مسيحيين زين. أنجلو ولا أنجلو. فرنسا مسيحية زين. كاثوليكية. روسيا
مسيحية أرثوذكسية، والصين يعبدوا الفيران، ثم المسلمين مليون مسلمين. هذو من اللي شرعونا احنا، الذي يعبد الفأرة، والذي يعبد هواه، والذي يعبد الشهوة. هؤلاء يريدون أن يمارسوا علينا عياذا بالله محو الذاكرة، قطع علاقتنا بمرجعيتنا. لا أبدا لن نسمح في بلادنا ولا في العالم الإسلامي أن تسودنا قيم العلمانية، قيم الإلحاد، قيم الحداثة، لأن الرابط الذي يجمع بينها أنها من عند البشر. ومن جعل عقله يستمد الفكرة والمنظومات القانونية والأخلاقية والسلوكية من البشر فإنما أهان عقله، لأن العقل أصبح يأخذ الأفكار ممن لا يعلم شيئا ولا يملك لك ضرا ولا نفعا. أجعلتم البشر آلهة تأخذون تشريعاتهم، ومرجعية الهوى مكان مرجعية الوحي. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو كان كنت ما عنديش الوقت بزاف، لو كان تكلم بزاف على هذه القيمة تاع المرجعية، لأن هي المهمة، هي كتسمى كما قال واحد السيد من القيم القائدة، القائدة للمجتمع، التي توجه المجتمع، التي تضبط تصرفاته وفكره وحركاته وشعوره في الكون. فلا يمكن أن يتحرك إلا إذا كانت حركته تناسب ما يريد هذا الوحي. أخطر زيد النتائج على مستوى القيم وسموه إذا استطاع الأعداء أن يزحزحون ويقطعوا صلتنا بالمرجعية الإسلامية تحت دعوة سمو المراجع المرجعية الكونية. هذه الحرب حول المرجعية كيف سموها؟ سماها الشيخ محمد الغزالي حكيم الدعاة رحمه الله معركة المصحف. معركة المصحف. احنا مازال لحد الآن حاسديننا ما بغوش يخليونا الله يشتغل. وإذا يشوهون الإسلام، وحنا مرة يديرون أحداث 11 سبتمبر لكي يتهم ويتهم الإسلام بالإرهاب، وهالمرة دارونا الشهر لإبدو كانت تبيع 5 تاع الجرائد وبغاو يشهروها، ودخلت المخابرات بواسطة عملائها ثم قاموا بهذا العمل تحت أنظار المخابرات وصوروه، والهدف كان مسطر من البداية على أن المقصود هو تشويه الدين والإسلام، لأن الإسلام أصبح يطرق أبوابه وينتشر بقوة رغم كل حملات التشويه التي يقوم بها الإعلام الصهيوني في العالم الغربي. الشخص كنت فاهم واحد واضح ولا ماشي واضح لك؟ واش واضح لك؟ واش كاين شي واحد فيكم الآن اللي غادي تبقاو تقراو التربية الإسلامية ولا تقراو شي فلسفة، يجي عندكم شي واحد يقول لكم الله يخليكم دين 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 ما بقاش يصلح؟ هذه الأولى. القيمة الثانية، إذا المرجعية راه باينة جاء إلى رسول الله، ما مشاش عند أبو لهب. المسألة الثانية، القيمة الثانية واسمو يا شباب؟ قيمة الحوار وقيمة التواصل وقيمة هذا الشيء كلشي، لكن الحاجة يعني كنتكلموا الآن عن القيم القائدة. القائدة، إذا كاين منطلق اللي هو المرجعية. ثم المسألة الثانية واسمو هي؟ في الساعة إن شاء الله. واش بغى هو من يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش بغى يعرف واش هذا الشيء اللي غادي يديرو صواب ولا ماشي صواب؟ إذا واش كان يخاف، كان يمكن يمشي يدير ذاك الشيء بلا ما يجي عند النبي، يقول له آمنت بك ويمشي حتى هو كما كان هنا، يمسل مع صاحبته صديقته وزميلته وكذا. وكنت عارفوا انتم في الثانويات والإعداديات اللي ما عندهاش الزميل تاعها معقدة ومكبوتة. إذا كان يمكن يمشي يقول له آمنت بك ويمشي يدير ويدس ذاك الشيء والسلام ويلبي الشهوة نتاعه وما عنده غرض. إذا وعلاش جاي تسقسي علاش؟ علاش؟ بغى يعرف؟
واش هادشي مزيان ماشي مزيان؟ إذا واش هو المقصود نتاعو؟ المقصود نتاعو واش هو؟ ألا يرتكب شيئا يغضب الذي أرسل النبي. لأن النبي رسول ويبلغ عن الله ويعرف ما يوجه به أمته، فهذا الشاب قد غلبته شهوته واعتقد أن النبي يمكن أن يبرر له فعله هذا، فجاء إلى النبي ليعرف أهذا الأمر يرضي الله أو يسخط الله الذي أرسل رسول الله. يا ربي يا ربي، كي يسمي لها القيمة؟ كي يسمي لها القيمة؟ يقولوا القيمة الغائية، غايتك في الوجود. علاش خلقك ربي؟ علاش خلقك بحل به ما تأكل وتشرب وتدير اللي بغيت؟ ما ترعى يا رب في الآخرة ولا تستحي من مخلوق في الدنيا؟ ذهب حياؤك، صرت تتصرف كالوحش كالبهيمة، لا تعرف للأعراض قيمة ولا للشرف قيمة ولا للغيرة قيمة ولا للأخلاق الطيبة قيمة، صرت عياذا بالله كرة من الغاز وأسلحة الدمار الشامل، لا تقتل الناس ولكن تقتل الإيمان في القلوب وتقتل العلم في الرؤوس وتقتل القيم تاع المجتمع لتلحقه بالمجتمعات الكافرة. ما يمكنش تدير حاجة حتى تعرف واش ترضي الله ولا ما ترضيش. رضاه الله قيمة ابتغاء مرضات الله. أنا خصني ما ندير حتى حاجة نشوف واش ترضي الله، أستمر وأنفذ، وإن كان الأمر يسخط ربي الحبيب الذي خلقني ورزقني وإليه المصير، لا يمكن أبدا ألقى في النار أهون علي من أن أعصي ربي، لأن ألقى في النار أهون علي من أن أعصي في النار. قال أحد الصالحين: لو أوعدني ربي عند المعصية أن يسجنني في حمام لمدة 40 يوما لكان ذلك كافيا أن يرضعني عن ارتكاب الفاحشة، فكيف وقد أوعد العاصي إذا لم يتب بنار في جهنم خالدا فيها، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. يا الله يا الله. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، شقاء، انقطع صلته بالله، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون، أصحاب المرجعية واللي يخافوا الله المنطلق والغاية، يقولون: ربنا آمنا بالله فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تزعقوا على المتحجبة، تستهزئون بالمتدين واللحية، إرهابي ظلامي رجعي داعشي، كل مرة يديروا الاسمية. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لا إله إلا الله. الله أكبر. إذا شوف قيم المنطلق الوحي، عقل معي ماشي المرجعية الكونية، غاية العبد في الدنيا ابتغاء مرضات الله. تحدد ولا ما تحددش الطريق نتاعو؟ منطلق نقطة الانطلاق والنهاية، وأن إلى ربك المنتهى. بين الطريق ولا ما بيناش؟ بين الطريق إن شاء الله تعالى. واسمه باقي نظرك ما بين المنطلق والغاية، واسمه باقي؟ واسمه باقي؟
الطريق المنهاج. المنهاج إذا القيم تاع المنهاج واش اوكي ان شاء الله تعالى كيما الاولى باش ان شاء الله تعالى تترسخ قيم المرجعيه وقيم الغائيه باش ترسخ فيك واش خصك دير الممارسه التي ترسخ هذه القيم الممارسه السلوك لانه شحال من واحد كيقول لك انا نطرق من كتاب الله وسنة رسول الله وانا بغيت وجه ربي لكن العمل ديالو والاخلاق ديالو والسلوكيات تاعو كل شيء بعيد على صدى ربي ما يدير والو عنده من الاسلام الاسم ومن القران الرسم هذه حاله المسلمين في هذا الزمان ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى باش ترسخ هذا الشيء واش خصك القيمه الاولى ان شاء الله في المنهج اسمه هي ايوا فيس ايوا زيد زيد ايوا زيد اسمه ما سمعتش ايوا راه اول ما وزن على النبي واش أول ما وزع النبي اقرأ العلم قيمة العلم أيها الطلاب أن تعرف ربك واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالعلم قبل العمل والنظرية قبل التطبيق لا تهوري أفو لبرتك ولذلك عنوان الإمام البخاري في صحيحه العلم قبل العمل فلا بد إذا أردت أن تجسد رؤيتك في الأرض ينبغي أن تكون لك رؤية مسبقة وعلم مسبق بما ينبغي أن تفعله الله ما قالكش الأول صلي ما قالكش صوم ولكن قالك قبل ما تصلي تعلم قبل أن تصلي تعلم الزكاة قبل أن تزكي تعلم أحكام الزواج قبل أن تتزوج تعلم أحكام البيوع قبل أن تبيع وتشتري تعلم كيفية تعلم العلم قبل أن تذهب إلى المدرسة تعلم قيم وهكذا وهكذا ولذلك احنا عندنا هالقيمة نسميها اسم الفريضة قبل الفريضة هي ماشي فريضة ولكن هي فريضة قبل الفريضة لا يمكن أن تؤدي أي فريضة إلا إذا سبقتها بفريضة العلم كيسمى ما لا يتم الواجب العلماء كيقولوا الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا كانت الصلاة واجبة فإن الواجب الذي يسبقه هو أن تتعلم كيف تصلي فإذا صليت قبل أن تتعلم كانت صلاتك باطلة لافتقادها لشروط الصحة أو لافتقاد أركانها أو واش راكم تفهمون ولا لا؟ راكم فاهمين ولا ما راكمش فاهمين؟ إذا القيمة الأولى شنو هي قيمة؟ العلم القيمة اللي موراها راس أخر نتاع الراس والثانية تاع القلب وهذه القيمة كيفاش تسمى قيم؟ أثر العلم في القلب كيسميوه العلم الصحيح الأثر تاع في القلب كيسميوه أثر التوحيد الصحيح على القلب محبة الله فمن أحب غير الله كحبه لله اتبعه وجعله مرجعية ولذلك لما أحب الناس النصارى صاروا يحتفلون بأعيادهم صاروا يقلد بناتنا وشبابنا في المدارس والثانويات في هيئاتهم وأشكالهم يقلدون عياذا بالإشكال مغنيات اللاعبين يعرفون رونالدو وميسي ولا يعرفون أبا بكر الصديق ولا الحسن البنا يعرفون مادونا والشابة زليخة ولا يعرفون الإمام الجويني ولا الإمام ابن عساكر أمة محمد لا تعرف رجالاتها لا تعرف من أحيوا الأمة في حياتهم وبقي أثرهم بعد مماتهم يا للحسرة واحد العرس حضرت له في الشمال وكان أحد الإخوة المبرزين المباركين يؤطر تلك الحفلة فأعطى بعض الأسئلة لتنشيط العرس فسأل الحاضرين من الشباب وكانوا يربون على 500 وعد خيمة كبيرة ومعمرة فسألهم من منكم يحدد أسماء العشر المبشرين بالجنة؟ يا للصدمة والهول لم يوجد في 500 شاب من يعرف العشر واحد يقول بلال
تسمع سقسا قال واش الشاب بلال ولا شكون؟ صاني قال له شكون يعطيني اللاعبين الرسميين تاع البارسا من الان غير زامورانو غامورانو شامورانو فرميسي كيسي بيسي تيسي عيسي؟ اسمحوا لي انا ما نعرف غير لا اله الا الله محمد رسول الله. كي صارت لهم هذه الناس؟ فالقلب ينبغي ان يحب المرجعيه ويعتز بها لله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يحب المؤمنين، يحب الخير. اما الذين يحاربون الاسلام ينبغي ان لا يقتدي بهم، فالذي يحب قوما يحشر معهم، والذي يحتفل باعيادهم الدينيه يكون منهم، والذي يقلدهم في تسريحه الشعر وفي المشيه وفي اللباس بغرض التقليد والانبهار، هذا انهزام نفسي، هذا استلاب فكري، هذا استلاب ثقافي، هذه هزيمة حضارية، هذه نكسة للأمة المحمدية. لو كان لي من صوت أقوى لصرخت حتى تنفجر حجرتي. لماذا أراكم حينما يلعب البرسا مع الريال تتوقف الحياة في المغرب؟ شباب مسمرون على المقاعد في المقاهي ساعات قبل انطلاق المباراة، تزحمه البول فلا يستطيع أن يتخلص منها مخافة أن تفوته لقطة في الكرة أو في المسلسل، ومنادي الله ينادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ربك يناديك للصلاة، صلة القلب بالله والفلاح، وأنت هناك مسمر بين يدي هذه الآلة الصماء تماما كما يعكف عرب الجاهلية على أصنامهم، كما قال سيدنا إبراهيم للخوتم، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ والله لقد رأيت الشباب المسلم على الصنم عاكفون. لا تسأل عن الذي يموت حينما يفجع في فريقه الذي يحبه، حينما يضيع فرصة مواتية للتسجيل، لا ترى القتال بين أفراد العائلة الواحدة، هذا برصاوي وهذا ريالي. وصلتكم أنتم ولا مازال؟ وصلتكم ولا مازال؟ شوية ما كنت غادي نسقسي حتى النساء. احنا عندنا حتى النساء يتفرجوا على ميسي. هو ميسي هو مسكين هو ميسي هو ميسي شيبانية الحاجة حاجة باقي لها غير البيض، باقي لها غير حمي والهمة. إذا هذه القيم تاع شي؟ تاع القلب، محبة الله، الخوف من الله، رجاء رحمة الله، الحياء من الله. ثم بعد ذلك القيم زيد؟ الأخرى اللي تركز هذه المسألة السعودية في المنهج اسمه قيم زيد؟ التعبدية. إيوا أنت يا مثلا الله يجازيك بخير يا مسلم واحد الصلاة ما تصليش؟ ماني لا أراك في صلاة الصبح في المسجد. كيف يمكنك أن تكون متصلا بالله وقد قطعت الوسيلة التي تصلك بالله؟ الصلاة 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 الصلاة. إن جولدا ماير قالتها واضحة لا لبس فيها، إن المسلمين يكونون خطرا على إسرائيل في حالة واحدة، حينما يكون عدد المصلين الذين يرتادون المسجد عند صلاة الصبح كعددهم بالتمام والكمال عند صلاة الجمعة. أنا صليت البارح في جمعة في الجامع ديال الوكالة مع عامر وعامر البرزناقي، قلت هكذا ينبغي أن يكونوا في صلاة الصبح. من يمشي لصلاة الصبح؟ انتوما مثلا قولي لي انتوما مثلا في الثانويات والإعدادية كتصليو؟ عندك شي جويمعة؟ ما جايينش تصليو؟ ما تصليوش تجمعوا؟ كي ديروا الجمعة؟ هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. إيوا إن صلحت زين. راك حافظ الحال، إن صلحت زين؟ صلحها سائر العبد. ومن فسدت؟ إيوا أضرب بها وذنيك.
اخص شوما وخذي قاعه ما تديروا الناس دي لا سمع على والدنا قاعه الصلاه قيم تعبديه الصلاه والزكاه والصيام ودل ثم بعد ذلك قيم زين الاخلاقيه هادشي كلشي مع ربي لا المرجعيه قيمها ولا قيم زين الغائيه ولا القيم زين ديال العلم ولا القيم تاع السلوك ولا القيم الاخلاقيه مع الناس ولذلك انا كنقول للشباب الاخلاق هي اثقل ما في ميزان العبد وهي الترجمه الحقيقيه لوجود الايمان في القلب والعلم الصحيح في الراس فالاخلاق الطيبه هي نتاج هذا التكوين على القيم القائده لانها هي الجانب الظاهر من الاسلام في حياه الناس لذلك كنقول لبنات والوليدات عباد الله هذو هما الجامعات نتاعنا عباد الله هذو هما الثانويات نتاعنا عباد الله البنت تمشي متبرجه تقرا لابسه سترول تقول كي دار دخلاته قال لكم غادي تقرا يا ابن عمي واش هذا الشيء هذا شنو الشباب اللي غادي يقرا والبنت مع الولد والله يسلك هاد الجوايه ديال الصحراء من هاد الشيء اللي عندنا حنا والله ان الانسان لا يستحي ان يمر على جانب ثانويه شاب يتعبط ذراع الشاب عين ابوها بل قبل عين الله اين قول الشاب للنبي يا رسول الله اعذن لي قال اترضاه اترضاه فلم يعد الاباء هم الذين يرضون بات المجتمع كله يرى ذلك وهو راض وايما مجتمع ظهرت فيه الفاحشه واعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاوبئه التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا سيدا تحطيم جهاز المناعه لان الامه جهاز مناعها هي الامه التي تامر وتنهى اذا رات المنكر الذي يهدد سلامه المجتمع وكذاك ربك يجزيك جزاء من صنف العمل إذا مات جهاز المناعة في الأمة يموت جهاز المناعة في الجسم يموت ما بغيتوش جسد الأمة حتى هي عندها جسد إلى الأمة بان فيها الفيروس ديال الزينة وكل شيء ساكتين الباين ساكت الماين ساكتة العائلة ساكتة الإدارة ساكتة الأساتذة ساكتين رجال التربية ساكتين الدعاة ساكتين أش كيدير المسيد ربي هذا الجسد نتاع الأمة أصبح ايوا زين نهشا لكل الفيروسات اذا ساجازيهم نفس الجزاء فيروسات الابدان ينبغي ان اكسر واحطم جهاز المناعه لكي يكون مباحا لكل الفيروسات دور على الدواء دور انفق الملايير في مختبرات منظمه الصحه العالميه ويقال لك هذه مسكنات فقط فان الدواء غير موجود الاخلاق انت طالب انت طالب انت طالب ياك لماذا تغش في الامتحانات لماذا الغش ونبيك يقول من غش فليس منا لو غش الجميع ما كان يباح للمؤمن الذي يراعي الله ان يغش تريدون للتلميذ ان يغش وينجح بالغش والأستاذ يوافق على ذلك والإدارة تغض الطرف فنخرج غشاشين مهندس غشاش أستاذ غشاش طبيب غشاش رجل أعمال غشاش فإذا بالأمة تصير أمة غشاشة ما يثق فيها حتى واحد احنا عندنا في المغرب اللي بغى يشري السبردينة ما يشري السبردينة اللي مخدومة في المغرب يقول لك غير دير بها دورة وتبقى تضحك خصني شري تاع اسبانيول يثق في الاخر وفي بديع صنع الاخر ولا يثق في نفسه قال لي واحد الاخ قال لي كل من يدخل السوق نتاع المغاربه انا ماني عارف 100% باللي غادي يغشوني الغش كي دار الغش واحد عمره ما دارت الحجاب كي جا الامتحان دارت الحجاب علاش لان باش دير لي كوتور مدسوس حجاب للغش فهي طالبة إسلامها مغشوش لأنها ما التزمت بالحجاب المفروض إلا حينما اضطرت لكي تستعمل طاعة الله في الوصول إلى معصية الله أرأيتم
ميكيافيلية، هذه الميكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة. أتحولت طاعة الله وفريضة الله وسيلة تتوسل بها لكي تعصي ربك وتخون بلدك وتقضي على فرص ما يسمى المساواة في اختيار الطاقات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ركزك على هذا في الأخلاق، العري والاختلاط والفحش والغش، خليني ما نزيدش الحول الخلق، هذا شأن مسألة أخرى. صار ثم بعد ذلك قيم أخرى، قيم التعامل مع الآخر. الآن بسرعة نقول لكم فما هي إذن هذه التحديات اللي عرفت القيم. النقطة الثانية، التحدي الأول زين ديال قيمة المرجعية، واسمي العمل والاجتهاد والإنفاق والجهد من قبل أعداء الأمة في الداخل والخارج لزحزحة الأمة عن مرجعيها وأن تفرض عليها مرجعية القيم الكونية ومحاولة الضغط على الشعب من أجل زين زين دسترة ما يسمى، راكم سمعتوها ولا سمعتوها؟ دسترة ما يسمى أو حرية، واسمع حرية العقيدة زين، حرية تدين زين، حرية زين الجنس زين، حرية واسمه الشواذ أن يسمح لهم بالاعتراف العلني زيد، مظاهرة القبل عند البرلمان زيد، وزيد أخو زيد، ما صايميش، الإفطار العلني زيد، الحرية الإجهاض القتل العمد لأجيال في أجنة النساء والأمهات، The woman on the war، جمعية هولندية مخرت عباب البحر لكي تطالب في المغرب حق النساء الحوامل خارج إطار الزواج في قتل الأجنة في البطون. ها؟ من الذي يعينهم في الداخل؟ يلا بسرعة، من الذي يعينهم في الداخل؟ زين وزيد زين، إعلام مغربي زين نموله بعرق جبيلنا زين، جمعيات ذات توجه علماني تعمل وفق أجندة خارجية تمول من الخارج، تطالب المغرب أن يكون حداثويا من حيث المرجعية زين. شكون الإعلام المرئي المكتوب المسموع كذا 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 زين. إذا كيف نواجه التحدي؟ يلا زين نقول لكم هذا التحدي كالتالي وتواجه الشباب، يلا كيف نواجهه؟ كيف تثبت على العقيدة؟ هذا هو المطلوب زين، باش بتوعية الشباب، بتعوية الشباب بمخاطر ما يخطط للمغاربة في قضية مصيرية هي مسألة الإيمان أو الكفر، لأن قضية المرجعية هي قضية إيمان أو كفر، أسلمت المجتمع أو علمنته، يريدون علمنة المجتمع لأن الدين عندهم إنما ينظم علاقة العبد بربه ولا شأن للدين في صبغ جميع مجالات الحياة من سياسة واقتصاد واجتماع وأسرة وكل شيء، ما لله لله ولقيصر لقيصر، فلم يتركوا لله تعالى إلا السماء، أي العلاقة العمودية للعبد مع ربه، أما العلاقة الأفقية مع الناس مع البيئة مع المجتمع إنما استأثر بها قيصر. واسمه غادي باش نواجه زيد الوعي زيد يزيد واش الوعي كان ديروا يا الله باش نوعي واسد الشباب بتاعنا في الجامعة باش مواعظ زيد تقوية صلة الشباب باش أنا قلت لكم التوعية إن شاء الله تعالى هي الأولى تركيب السيرة النبوية زين. إذن هذه السيرة النبوية وهذا الشيء تقوية الصلاة الله باش غادي نديروها؟ ندوات محاضرات زين إعلام زين ديالكم زين، إوا ابتكروا ابتكروا الوسائل باش توصلوا هذا الشيء لكل شيء وتحذروا به كل شيء باش المغرب كله ينخرط في ورش مواجهة من يريد علمنتنا وغربية وتغريب الحياة عندنا. أيها الشباب الرسالة الأولى، الرسالة الأولى للشباب أطلقها من مدينة الدخلة، من مغرب الصفاء، من مغرب الشفافية، أقول أيها الشباب أحملكم أمانة الدفاع عن هويتكم. الدين مرجعية، الدين غاية، اللغة، التاريخ، الجغرافيا، كل عناصر الهوية اللي هي أربعة،
وحملكم أمانة ومسؤولية. إذا خصكم واسمه باش ديروا هاد الشيء كاع، واسمه خصكم ديروا المرحلة الأولى اسمه. يلا سيدي راه ما باقيش الوقت بزاف، يلا سيدي وقولوا لي واش بغيتي ديروا. إوا الله الله يرحم عليكم، تحركوا الأساتذة، تحركوا الإدارة. زيد يا جا هاد الشيء كلشي فاش يدار، فاش يدار هاد البرامج التربوية مع من ديروهم؟ مع الإدارة، مع الأساتذة، زيد مع من؟ مع التلاميذ، زيد مع الحركة الإسلامية، زيد مع الجمعيات. أن يكون هنالك تواصل بين أبنائنا في المدرسة مع الأساتذة، مع الإدارة، مع الجمعيات في الخارج، مع كل من يعينكم من العلماء، المجلس العلمي، الأوقاف، الإعلام، كله ينبغي تحريكه من أجل هذا الأمر. فأنتم من ينبغي ويجب أن يحرك الكل في هذه الحرب التي تسمى الحرب تاع مدافعة من يريد تغريب الحياة عندنا. قال حكيم الدعاة أبو علي حسن الندوي في كلمة: أردة ولا أبا بكر لها. سماها ردة، هذه المادية الجارفة والعلمانية. ردة ولا أين أبو بكر فيكم؟ أين الخنساء فيكم؟ أين الذين يغارون على ثغور هذا الدين؟ هذه الأولى. زين الغاية أنا أتكلم عليها إن شاء الله، الغاية هي ابتغاء مرضات الله. كي يديروا نقويوها إن شاء الله، لأن العديان واسمه غادي واسمه التحدي في قضية الغاية. هو في الساعة إحنا بغينا وجه الله بهذا الشيء. هما واسمه بغين، واسمه بغين، بغي الشهوة والدنيا، لأن الدنيا عنده هي جنة ما عندوش آخرة. يخسو يشبع كل رغباته الجنسية. قالت: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ها بغيتوا تولوا حتى أنتم غير تأكلوا وتشربوا وتنعسوا وتمشوا للمرحاض وتخرجوا وتلوثون الجو. أين رسالاتكم أيها الشباب؟ الرسالة الثانية: ينبغي أن نرخص في قلوب وعقول الناشئة من الطلبة أن الشاب الطالب في بلادنا ينبغي أن يحمل هم هذا الدين، أن يكون رسالياً. فالدين لا ينبغي أن يؤتى من قبلك، أنا مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه في الثانوية، أنت في الجامعة، أنت في الإدارة، أنت في الجمعية، أنت في، كلنا مسؤولون عن الدين. إنني ألمح من بعيد أملاً كأنه السراب، أرجو أن يكون حقيقة. إنني ألمح من بعيد مواكب من الشباب الطاهر المتوضئ الموصول قلباً بربه، يحترق قلبه على رؤية واقع دنيا الناس تبتعد عن الإسلام، فيشمر على ساعد الجد علماً وعملاً ودعوة، فيكون داعية إلى الله متعاونا مع الجميع للدعوة إلى الله. والله الذي لا إله غيره، أقسم غير حانث، ما ارتفعت راية الباطل إلا لأن الباطل وجد من يرفعها وينفق من أجلها ويضحي في سبيلها، ووالله ما انخفضت راية الحق إلا لأن أهلها ناموا وتكاسلوا وكل قال نفسي نفسي الله. هذه الثانية، الرسالة الثانية. ثالثة، الله يا ربي، الراس، العلم. ما هي التحديات؟ نفس التحديات وبسرعة التحديات زوج. الله قال لك اقرأ، تحدي الأول لا تقرأ، اهجموا على الجهل. العلم فريضة، لا مكانة تحت الشمس لأمة جاهلة. وكانت الأمية من قبل إنما تنسحب على عدم العلم بالقراءة والكتابة، أما الأمية اليوم هي أمية عدم التعرف على الطريقة التي تتواصل بها مع الناس، مع وسائل الاتصال التي جعلت الفضاء مفتوحاً لجميع الناس يستثمرونه أعداء الله، فقد ملأوا الفضاء بالرائحة الكريهة للقيم الفاسدة. فوجب علينا أن نستثمر هذه الوسائل الاتصال لمدافعة هذه الرائحة برائحة طيبة لقيم الإسلام النقية الزكية السوية الطيبة. إذا نسجل اللي يقول لك ما نقراش، بحال شي الشيخ نتاع الزاوية واسمه يقول له، اش كيقول له؟ ما
ما تقرا ما والو، ربع عندي ونعمرك. الميت بين المريد بين يد شيخك، الميت بين يد غسالو. من قال لشيخه لا لا يفلح ابدا. اذا رايت شيخك يشرب الخمر فاعلم انه عسل حينما يصل الى القرجوطه نتاعو. هذا كاش استحمار قد هذه باسم الدين؟ كاش استحمار قد ميرهم يديرهم الزوايا؟ اغلبوا الزوايا كانت الزاويه بكري، زاويه ديال العلماء، ديال العلم، ديال الجهاد، ديال المرباط، اليوم اسمه تاع مصالح، تاع البدع. الجهل يؤدي الى البدع. وتعرفوا الجهل وين يوصلك؟ يوصلك لزوج طرق، الطريق الاولى لمن؟ الراس خاوي. لمن يوصلك؟ تستعمل من قبل اصحاب المشاريع، لان الطبيعه لا تقبل الفراغ. فاذا لم تملاه انت بالعلم الصحيح وجد في الواقع من يملاه بما يحقق مقصده في الارض. العلم العلم، لان الخوارج ضلوا يصلون كثيرا يصومون ولكنهم خرجوا باسيافهم على امه رسول الله، هم كلاب اهل النار. التطرف سببه الجهل الجهل الجهل. جهل. سوريا سوريا سوريا، انا غادي بسوريا. عرفت انت شكون اللي راه في سوريا؟ عرفت شكون اللي راه يدفعك لسوريا؟ عرفت اللي تمشي تما تقتل ما عرفتش تحت اي رايه تقتل؟ لو كانت الأمة صادقة في الجهاد لفتحت الحدود لغزة، لأن هناك القضية واضحة، فلسطينيون محاصرون وأرض مغصوبة من قبل الصهاينة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. لكن تفتح الحدود لتلك الأرض بإعاز من المخابرات في العالم لتجميع ما يسمى بهؤلاء، لإحداث ما قالت بها كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة، لإعادة ترتيب المنطقة تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد والكبير، تغير فيها الخريطة ليقسم المقسم من جديد ويجزع المجزع من جديد. هذه الأولى التحدي باش نجاوبه. الرسالة الثالثة، نرفع شعار العلم 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 العلم. وسأظل أصرخ في الشباب وأقول لهم متى تظلون تلفقون الساعات الطوال أمام الشاط وتحبسون أنفسكم في بيوت بعيدا عن أعين الوالدين؟ الشاط البنت مع الولد. يقولوا لي البنت تقول لي يجوز لي نشاطي مع الولد. ليه تشاطي مع الولد؟ زعما علاش ما تشاطيش مع البنت بعد ما تشاطي؟ لانه الشاط مع الولد. انت قالت لي واحد المحجبه قالت لي ماذا يقول الشرع، راني شاطيت مع واحد المصري واعجب بيا وقال لي قلعي الحجاب وقلعت، وقال لي قلعي الجلابه وقلعت، وقال لي قلعي وقلعت وقلعت وقلعت. هذا هو الدين. تولى عندنا الزينة الإلكتروني. الزينة الإلكتروني قال الإمام الشافعي يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. هادشي قاعد هذا وقد تضيعها تما والمسلسلات والكرة ما تضيع علاش ساعات قرأ لنا قرآن وتحفظ وتقرأ تفسير حديث نتاع سيدنا النبي وتقول أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حديث ما حافظوش. شكون حافظ 40 حديث هنا ديال الطلبه يعلي 47 حديث؟ يلا شكون من الذي يحفظ 40 حديثا بالسند لرسول الله؟ يلا زيدت. من الذي يحفظ 40 حديثا من حديث رسول الله؟ 30 حديثا 20 حديثا 20 حديثا 20 حديثا. تقول لنا واحد حديث جزاك الله خير. هذا الحديث الأول من الأربعين النووية رواه الشيخان عن أبي حسن. شكون اللي حافظ إن شاء الله تعالى مع 20؟ شكون؟ زين. شكون حافظ 10؟ أنا غير واحد. شكون حافظ 5؟ شكون حافظ 1؟ شكون ما حافظ حتى واحد؟
شكون حافظ الدولي صاكي؟ شكون حافظ الدولي صاكي؟ تعرفوا الدولي صاكي ولا؟ مازال ما عرفتوهاش. شكون حافظ واش اسمه جاي يدير في الثلاثة د الليل؟ شتو شتو؟ القرآن شكون حافظ 20 حزب؟ 20 حزب 10 أجزاء. شكون حافظ خمسة تاع الأحزاب؟ مزيان. شكون حافظ حزب؟ حزب 60. سبح اسم ربك الأعلى. ويا ربي يا التحديات ديال الإسلام اللي جاية مع الشباب ما يحفظش حديث وما يحفظش حزب 60 يا ربي. ما تسمحوا لي ما نرجع عليكم أنتوما. أنا نهضر على روحي. كم قصرنا